النهارده الساعه 2 الظهر كل انظار العالم هيتجه لينا. النهارده الهيئه الوطنيه للانتخابات هتعلن نتيجه الانتخابات الرئاسيه، وده هيكون خلال مؤتمر صحفي عالمي الساعه 2 الظهر. الحقيقه اللي حصل في الانتخابات الرئاسيه 2024 كان مشهد تاريخي، وده بشهادة المنظمات الدولية والحقيقة الدولية قبل المحلية اللي راقبت الانتخابات، وقالت ان كان المشهد تاريخي، ما كانش فيه اي نوع من انواع الخروقات، وكانت انتخابات مشرفة تليق بحجم ومكانة مصر الدولية. كمان بمجرد بتأكيد اعلان الجمهورية الجديدة، هنكمل بقى من خلال الجمهورية البناء ومسيرة التنمية، وان شاء الله ربنا يا رب يكتب لنا كل الخير فيما هو قادم في السنوات القادمة، وإن شاء الله يحمل لنا كل الخير. صباح الخير على حضراتكم، وصباح الخير يا إيه. صباح الخير يا أسماء، وصباح الخير على كل مصر. النتيجة للانتخابات النهاردة إن شاء الله الساعة 2 زي ما أسماء كانت لسه بتقول في المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات. الانتخابات كانت بتحظى بأهمية كبيرة، وكان في مشاركة كبيرة بيدل على وعي كبير عند المصريين من كل الفئات اللي شاركوا في الانتخابات. في مقدمتهم كان الشباب والمرأة وكبار السن، كل الفئات كانت حريصة ان هي تشارك. ليه كانت حريصة ان هي تشارك؟ لانه المصري دايما لما بيستشعر الخطر بيبقى عايز يكون له دور، بيبقى عايز يدافع عن بلده. فدي كانت الطريقة او الشكل اللي المصريين شافوا ان هيقدروا بيها يدافعوا عن بلدهم. تحديات كتير في المنطقة بتفرض نفسها على مصر، مشهد سياسي، مشهد اجتماعي واقتصادي، وطبعا الحرب على غزة والحصار اللي فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني. كل ده حفز المصريين ان هم لازم يكونوا موجودين امام صناديق الاقتراع. النهاردة ان شاء الله هتكون النتيجة، وان شاء الله تكون بداية مرحلة جديدة وخير لكل المصريين، وان شاء الله يعني تكون بداية تاريخية جديدة لمصرنا الحبيبة بإذن الله.